هما المشيشات ديال لونا. الله كيلعبوا، والله العظيم كيلعبوا مع بعضياتهم زوينين على مزينتهم. شو شو هادي كتحمق سوسو سوسو كيلبسو سوسو سو. هاد البيض عاود، خلي محمد خليه. شو الزويون، شو ويلي 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 ويلي، شو الخوان زاد، شو الخوان زاد، قيماس زقع عليها محمد. هذا تبارك الله غليد عليهم كاملين. شوفي انت يطلع، شوفي انت يطلع الشيطان، شوفي انت. انا هبطك من تما ابو دينات بلاتي. هاجي لهنا بلاتي. واه تغا سروري ونا ميمي تغا تقل مدام غياني ضرب لي بغا يتفر. امين امين كاع ربنا رزقكم ان شاء الله تسعد لهنا. امين قام يحيد البريه ان شاء الله، قام يحيد بنت عفان قابل بركة ان شاء الله. شمي قابل العون سلام الله من التج من وقت يا ربي يا سيدي ما يجي. امين قول الناس يا مزيدة من ربي كما يبد سيدة ربي كما يبد سيدة ربي شنو غير وانو سيدة ربي كما غير الدم سيدة ربي كما يحفظ ان شاء الله. امين ايوا كما كتشوف اخوتي العزاز ماما راه حنيت لها اليدين ديالها الرجلين عفوا ما بغاتش، قالت لي حشومه باك الله يرحمه امك الله يرحمها. والمهم ما بغاتش ديرها، شديتها بالزز حيت عندي هنا بزاف ما كاين فين نديرو. محمد هو عزيز عليه الحنه درت ليه اليديه وقال لك ديري لي الرجلين، قلت ليه لا انت ولد ماشي بنت. ايوا سلطانه انتي خلاص، انتي خلاص وكتلبني ديال الحنه غير العمر ديالها الحنه ولا اني بحال ابتسام. ابتسام بيني وبينها الشرع هي والحنه ما كان الليل وغنديروها رجلين. قالت لي ماما غتشدها سكتة قلبيه، قلت لها غتنوط تلقى رجلها محنيه غتشدها سكتة قلبيه غتموت غطيح نيشان. ايوا غادي نوض ندير ليها تقاشر سلطانه رجليها غندير لها الكتان باش تنعس. ماما ما بغاتش ديرها والله الا شديتها بالزز ما بغاتش، قالت لك ويلي حشوها، قالت لك حشومه، قلت لها والله تديريها. وانا شوف اخوتي اللي كندير بها الحنه كي ولات ويلي 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 يا ويلي. غنمشي عند العائله في نهار العيد غيحسب ليهم غير درتها للرجلين، وانا حرام واش رجلي قاستهم شي حاجه. انا باش تاكدوا هانتوما رجلي الله يستر هانتوما الله ينجيني غينجيني واش ندير شي حنه با ميت امي ميته. ما داكشي اللي خصني غير حناني والله هنا انتي خلاص، انتي راكي في عالم اخر. ايوا ها هي اخوتي ماما عجباتها هدرتها لا يا صافي واه ايوا هي ها انتي خلاص انتي. يلا اخوتي العزاز خليتكم على خير، استناو فيديو حتى الاخر ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس؟ بخير ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير كاملين. المهم كما كتشوفوا اليوم نهار الخميس، نهار قبل العيد، شي تا يقول السبت شي تا يقول الجمعه، ولكن انا كنقول راه السبت الله اعلم. المهم اليوم نهار الجمعه راه كنصور لكم هذا الفيديو، مشينا للسوق تقدينا داكشي اللي كان خصنا انا والزوج ديالي، تعيا ما تجيبوه ولكن تفقدوا تلقاو خاصكم شي حاجه. المهم الماء عندنا قليل هنا، قللوا لينا الماء. المهم كما كتشوفوا درت هنا ثلاثه الحبات ديال الباربه محكوكين، درت هنا جوج خيزويات كبار. غادي ندير واحد العصير ديال الليمون والباربه، و بنتي راه عصرت ليا الليمون، غادي نخليه ان شاء الله يا ربي الغدا نفطروا به وكل شيء ان شاء الله يا ربي ولا مكتب. المهم كما كتشوفوا غنشاركوا معكم النهار ديال العيد وغنشاركوا معكم كل شيء، غير ابقوا معنا ان شاء الله. هانتوما غادي ندير 4 الكيسان ديال العلبه ديال الماء باش نطحن هذا العصير هذا. المهم الحوت في بنين سرا ما بقاش الحوت، صافي دابا العيد ان شاء الله كلشي تساله الله يجيب الخير والرزق. ايوا جبنا واحد كيلو ديال السردين على مزينته، حيت ليها اخوتي العظم كامل. دابا غادي نعمرو نشرمل وحداكم
واحد الشرموله كنديرها ديال القزبور، فيها الثومه، فيها المهم فيها الحرور، فيها كل شيء كتجي ما نقولش لكم. يلا بقاو معايا وجرق العسل. والمهم البنات هانتوما كيما كتشوفوا دابا غنشر من الحوتات، هانتوما الحوت على مزيناتو مغسول مزيان ونقي او 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 وزيد وزيد هانتوما والله العظيم الا على مزيناتو الحوت هانتوما هانتوما راجلي راه كيحماق على الحوت هكا والله العظيم الا الحياه ديالو كامله وانا كندير ليه بحال هكا كيحمق على الحوت يجي بهذه الطريقه هذه هانتوما بحال هكا. واحد دقيقه الياس ايوا هانتوما يا البنات ما خليتش فيه العظام كاع ولا الشوك ولا شي حاجه هانتوما باش يجي على مزيناتو هانتوما بحال هكا كيجي زويون بزاف والله العظيم لا في المذاق لا في ورا ما كاين حتى شي واحد اللي مذاق السردين بحال هكا كلشي تبارك الله كيديروا بحال هكا غير بغينا نوريوكم وصافي العزاز هانتو بنتي راه كطحن كتحك الباربه باش نديرها في الثلاجه حيت ديجا طحنت بها العصير راكم شفتو ايوا ودابا قلت لها داكشي اللي بقى ديري باش نديرو في الثلاجه ايوا المهم ان شاء الله نعيدو بخير البنات العزاز والله العظيم غدا ان شاء الله الى كتاب غدا غنحط لكم ديال الجمعه ان شاء الله غادي نحط لكم هذا الفيديو هذا غادي نحطو في الجمعه ايوا و الا كان العيد السبت عاود حاجه اخرى ثاني فيديوهات جداد وكلشي وغتشوفوا ان شاء الله كلشي معانا نشاركوا معاكم اي حاجه العزاز هيا قبلوا على اختكم قبلوا عليا العزاز وبارطاج وكلشي هادشي اللي كاين البنيات فرحانين كلشي محنيين غاديين للسوق دايرين حنه ودايرين لابسين الشربين فرحه ديال الدراري الصغار كاع هكا كنا يا العزاز كنا صغار هكا كنا والدينا كيفرحوا بينا في العيد امي الله يرحمها مسكينه في العيد ما كتخلي ما دير ليا الناس كانوا كيلبسوا البنات كسوه وحده في العيد وانا جوج كساوي ثلاثه في نهار العيد بلا الغد بلا بعد الغد راه الناس الجيران راهم عارفين هذا الشيء اللي كنقول والله العظيم وكانوا الجيران المهم شي جيران المهم الله يسمح لهم ما نهضروش بزاف كنسموا البعض الله يستر يا ربي السلام هما كثار وما كيلبسوش المهم ماشي بحالي وماشي هذا المهم الغيره والهضره المهم لا حول ولا قوه الا بالله ودابا تجي تهضر معاكم يقول تهضر معاهم يقول لك حنا اللي كنا لابسين وحنا اللي كنا دايرين اودي اودي ايوا المهم البنات هانتوما كيما كتشوفوا حنيت الماما هانتوما كتشوفوا يديا داير فيهم الحنه ايوا المهم بقاو معايا والمهم البنات هي ديك الباربه وخيزو اللي عصرناه ها هي اصلا كان فيه الليمون يلا حيت منه الليمون دابا هانتوما نفرغ هاد الباربه العصير ايوا كتشوفوا هاد الكميه ديال العصير عاود التشين ليمون هانتوما شحال عطاتني الصغار رافا 3 لتر وهانتوما يا البنات ها هو العصير ديالنا ايوا المهم البيتزا راه درتها الحوت هذا درتو حداكم راكم شفتو المهم بقاو معايا حتى النهايه ديال الفيديو عيدكم مبارك ان شاء الله يبقى لكم هذا الفيديو في صحه جيده ان شاء الله ومبروك عواشركم
كاملين. ايوا يلا اخوتي العزاز، اليوم هذا الفيديو راه الخميس، غادي نحطوه في الجمعه ان شاء الله. يلا باي باي، خليكم على خير.